السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم يا أهل الخير. منتصف الصيف قد مر، والنهار قد عاد ليقصر، والليل ليطول، وأصبحنا نرى يعني بعض الظلام في هذه الأيام. عمرو الله أخ طيب، رجل بحاله بسيط مسكين، هو من أفغانستان وهو يعيش في السويد منذ زمن بعيد. وهذا الرجل هو حمامة المسجد عندنا، لا حرج من مدحه لأنه لن يستمع إلى هذا الفيديو، هو لا يستطيع العربية. هذا الرجل منذ سنوات يعني 5 سنوات بأقل حد، وهو يأتي إلى المسجد على صلاة الفجر وصلاة العشاء لوحده، ما في حدا غيره. هنا منطقتنا سويدية، يأتي يفتح المسجد ويصلي، ربما يكون هو وأخ أو أخين أو كذا فقط. هذا الرجل يعني ما عنده الشين، كلمة الحق بأولى، ما بزعل، ما عنده مشكلة أبدا، ما عنده زغللة يعني، ولا لف ولا دوران، وما بيحب الزاحلة أبدا. هذا ما شهدته عليه. هذا الأخ أمر الله سافر إلى أفغانستان قبل 2 عامين من الآن، سافر إلى أفغانستان في زيارة ولم يكن هناك منذ فترة. وعندما عاد إلينا سألته كيف وجدت الوضع، كنت أتمنى أن يخبرني أخبارا مفلحة، فقال لي للأسف وجدتهم على أسوأ حال، وجدتهم كما لم أعهدهم. هو نفسه يقول أنه كان متوقع شيء ووجد شيء آخر، وجدهم يعني ما كان عندهم ما يسمى بالعيب والحرام قد اختفى، وأصبحوا يعبدون الدرهم والدينار. أصبحوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله، الله يخفف عنكم الحر يا أخي في العراق وفي كل مكان، نسأل الله أن يخفف عنكم ذلك يعني الحر الشديد. المهم، قال لي لم يعد الناس كما كانوا ناسا بسطاء يحبون بعضهم بعضا، الآن لا يحبون إلا المال، ولا يركضون إلا خلف المال، ولا يعبدون إلا المال، ويكيد بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا. هذا ما قاله أمر الله قبل 2 عامين من الآن. الآن أمر الله في أفغانستان، الله ييسر له، في زيارة من جديد. المهم، أنا عندما أتواصلت مع أهل سوريا، الآن نأتي إلى أهل سوريا بعد هذا الامتحان الشديد والكارثة التي نزلت عليهم والقتل والتدمير، كيف أصبح حال سوريا عندما أسهل؟ فما أسمع إلا أخبارا أن الناس نفس الشيء، نفس ما قاله أمر الله قبل عامين الآن يقوله أهل سوريا، لا أخلاق. وعليكم السلام، حيا الله أبو عبد العزيز، لا أخلاق ولا حياء، الحياء ما في. يعني قول مصر رفعوا الحياء من زمان وكبوه، ما صفى عندهم شيء اسمه حياء للأسف، خصوصا على المجال الرسمي والإعلامي. سوريا الآن لا حياء ولا شيء اسمه عيب أو حرام، نفس اللي قاله أمر الله في سوريا. الناس فجعانة، والغني فجعان أكثر من الفقير، وكله بده يأكل بعضه يهبش بعضه، وكله بيحسد بعضه، والشاطر الذي يريد أن يعني يسرق أكثر أو يأكل مال حرام أكثر أو يريد أن يستغل أكثر، يريد أن يجمع المال، لأنهم أصبحوا يعبدون المال كما ذكر أمر الله في أفغانستان.
أخ كريم نحبه في الله كان في زيارة إلى الموصل، أهل الموصل يعني ناس أكارم، ناس أكارم أهل الموصل يعني نعرفهم يعني جيدا. كان في زيارة وهو لم يكن في هناك منذ عام 2011 يعني، ثم ذهب هناك وبقي هناك شهر وعاد منذ شهرين. هذا الأخ أخبرني قال لي والله يا دكتور أنا تفاجأت كثيرا، قال زمان كنا في الموصل يعني يا أهل الموصل لعلكم تسمعونني ويا أهل سوريا علكم تسمعونني. قال كان زمان في شيء عندنا شيء اسمه عيب وحرام، قال لي الآن لم يعد هناك شيء اسمه عيب وحرام. نفس الكلام من الموصل للعراق، قال الآن هم يريدون عندهم الشطارة أن تأكل المال، حتى وصل الأمر أن أحدهم يقول لك أنا لا أكل حرام ولكن في داخله حرقة يقول يا لي صح لي أكل لي شوية حرام لحتى أكل شوية حرام، المهم يصير معي مصاري مصاري بس، ما في لا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الثانية التي وجدها بأهل الموصل أنه هو وصفها بالنفاق، أنا لا أصفها بالنفاق، وصفها بالنفاق. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بوجهين، بوجه الرجل يتكلمون بشكل وبخلفه يتكلمون بشكل آخر، وينافقون للمحافظ، هذا محافظ الموصل يتكلمون عليه، لا يبقى شخص إلا وهو يسبه في الخفاء، وعندما يأتي محافظ الموصل فإنهم يهللون له ويغنون كما لو كان يعني لا نريد أن نذكر ما الذي يحصل. الآن أحدهم يقول يا دكتور أنت سوت الدنيا كلها يا وجهنا، ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم. طبعا لا أقول أنا هلك الناس، خير في أمة محمد إلى يوم الدين، لكن أنا أتساءل حقيقة، أنا هنا لست في مجال استنكار، هو أمر مستنكر طبعا، لكن في هذا المقام الآن أنا في مجال استفسار، يعني لماذا؟ يعني المفروض بعد اللي صار بالموصل أو اللي صار بسوريا بالمناطق اللي تدمرت عن بكرة أبيها، المفروض الناس أخذت عظة. طب ليش ما أخذت الناس عظة؟ لماذا هذا يحصل؟ يعني عندما رأى المرء أن كل شيء يملكه يمكن أن يذهب بلحظة واحدة والله هو الرزاق، فلماذا يتمسك بالمال بهذا الشكل؟ ولا أقول عن الناس المحتاجين، أنا أتكلم عن الناس اللي معها مصاري. ما هو السبب؟ والذي حصل في الموصل ما هو السبب؟ واللي حصل في أفغانستان ما هو السبب؟ في شيء ما مخي ما عم يستوعبه، في شيء بتعرفوا تحاليل الأمور تأتي على درجات، يعني الذي أراه أنا هناك شخص مطلع أكثر مني بكثير وأعمق مني بكثير يرى ما لا أراه، تفهمون؟ لماذا الأمر هو على هذا الشكل؟ هل هو لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الناس؟ الساعة قريبة جدا، يعني لا أي إنسان يعني لو عنده مجرد اطلاع بسيط فهو يعلم أن الساعة قاب قوسين أو أدنى من ذلك الساعة. ولكن يا إخوتي هل نسأل الله أن لا نكون نحن من تقوم علينا الساعة؟ لأن شرار الناس الآن تتحول الناس إلى شرار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا قبل ذلك، يعني يحينا ما دامت الحياة خير لنا ويمتنا إذا كان الموت خيرا لنا. فعلا يعني الدكتور اليوم نزحها معكم على آخر المساء ليلة الجمعة، لكن هذا الأمر يعني تلمسونه جميعا وتسمعونه جميعا، ولن يقدم كلامي أو يؤخر، إنما هي كما يقال فشة خلق، إلى الله المشتكى.
شايفين شو عم يصير بسوريا. أصبحت أميل الآن أنا لفكرة أن الذي حصل في سوريا كله من أوله إلى آخره مرسوم بالقلم والورقة. يعني صرت يعني أميل إلى فكرة أنها فعلا يعني تمثيلية أو مخطط وضع من جهات معينة عالية جدا وينفذ بالحرف والجميع شارك به. الجميع شارك، النظام وغير النظام وكل الفصائل كلها مشاركة ومعضة، والدول الإقليمية والدول العالمية كلها حجار شطرنج تقوم بدورها الهدف القتل والتدمير، القتل والتدمير. أختنا الكريمة تسأل من النهاية، والله لا أعلم من النهاية. في شيء ما بعرف، دلون اللي حاكمين العالم ما الذي يريدونه، أين يريدون الوصول. صراحة محاول فكر وأدرس وأخذ وجيب وأسمع حاخامات اليهود الكبار شو عم يحكوا لحتى نشوف شو عم يخططوا للعالم، بس ما في شيء سري ما عم يقولوا. شو بده كوشنر بيك ما بنعرف، عم يجتمع مع اللي يخططوا. مهم شغلة كبيرة كتير كبيرة كتير، أكبر من حوران وأكبر من إدلب وأكبر من أردوغان وأكبر من هذا عبد الله معتر تبع الأردن، أكبر منهم كلهم، كلهم طراطير، شغلة أكبر منهم كلياتهم. بيسمعوا الأوامر، بتجيوا الأوامر من فوق، ساوي هيك بيساوي هيك كلهم. الهدف الله أعلم، بس في شيء قتل وتدمير أكيد، يعني هذا مرغوب جدا ومطلوب جدا أن يكون قتل وتدمير لو بأي طريقة من الطرق. الأفضل أن يكون يعني إذا كان هناك خيارين، خيار قتل وتدمير أو دون خيار قتل وتدمير، لا يختاروا خيار قتل والتدمير، لأن هذه الأوامر تأتي لهم هكذا. لابد من سيلان الدماء، لماذا لا أنا أعلم. ما الذي يريدون من هذه الدماء أن تسيل، لا ندري. إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحونا على المسويات هاي، عكرنا مزاجكم، بس والله شي بيعكر المزاج يعني صراحة، شي بيعكر المزاج، أو مزاجنا معكر ليل نهار. طلعنا اليوم على عجنينة غيرنا جو شوي. يلا أترككم مع الله سبحانه وتعالى ومع ذكره والصلاة على نبيه. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.